السلام عليكم. لكل من يرغب في الاستفادة من خدمة برنامجي نداء ومختفون، خدمتنا مفتوحة للجميع وبشكل مجاني، أي فابور. بمكتب الاستقبال الخاص بالقناة الثانية أو بمكاتبنا الجهوية يمكنكم الحصول على وثائق الولوج للخدمة مجانا. بعد إرسال المعطيات يتم التواصل مع الأسرة لتحديد تاريخ تسجيل النداء أو الروبورتاج. وأؤكد في هذا السياق أن إرسال الطلبات لا يتم سوى عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني ضمانا لشفافية المعالجة. لنتابع الفقرة الأولى للنداءات من إعداد نوال العلج. أنا بودراء محمد، كنقلب على أخويا بودراء حسن اللي مشى لتركيا نهار 9 شهر 11 2018. كان كيتصل بينا واحد المدة من شهر 4 2019، ما بقاش كيتصل بينا، ما بقينا كنسمعوا عليه تخبار. كل يوم اللي شافوا ولا اللي كيعرفوا يتصل بالنمرة اللي على الدوزام. عروة نور الدين، مقيم بمدينة طنجة، كنقلب على ولدي محمد عروة، تغيب هذه عام وربع شهور. ولدي لك انت كتسمعني، راه محتاج لك، خصك تولي للدار ديالكم، راه امك مريضة، خوتك عائلتك كلشي كيقلب عليك، خوالك عمامك كلشي كيقلب عليك، كلشي مشطون عليك. إلا كنتي كتسمعني ولدي للدار ديالكم. وكنطلب من الإخوان المشاهدين إلا تعلموا بشي شي خبر عليه، يقولوا يعلموا الدوزيام ولا يتصلوا بالرقم ديال الشاشة. أنا سميتني يوسف قاريني، تنسكن مدينة تالودان، عمري 43 سنة. دوك الناس اللي رباوني الله يوالي برحمة الله، تنقلب على والدي الحقيقيين، بيت منهم سنة الرحيم، ما خصني والو الحمد لله بولادي. عندي العنوان ديال أمي سميتها خديجة بنت أحمد، العنوان أكادير داو تنان. لا رحم الوالدين اللي شاف عليها شي معلومات باش يتصل بالدوزيام ولا على النمرة. أنا فتح الله عبد الرحيم، كنسول على الأم ديالي اللي ولداتني في سبيطار محمد الخامس في 1972، وعطاتني واحد السيدة بلا مرة ما كتشوفش بعينها اليسرية، واللي عرف عليها شي حاجة ولا المشاهدين الله يرحمه ويدير راه النمرة على الشاشة ديال الدوزيام. جواد عبد الله تغيب عن أسرته شهر غشت الماضي، عالجنا ملفه عبر راديو دزام ليتم العثور عليه بمدينة الجديدة. هذا المعطى جعل الحياة تدب من جديد في أوصال أسرته. محمد مربوح، ربيع العيدوني، حميد مرزق ونبيلة مطالبي يتقاسمون معنا لحظات استثنائية. لنتابع. هنا بدوار ولدرحو نواحي مدينة اليوسفية عادت الحياة لتدب من جديد في أوصال أسرة عبد الله بعد العثور على جواد الذي اختفى منذ غشت الماضي، مخلفا الأسرة في وضع نفسي لا يوصف. وكان داه الوالد يدوز ليه ومني داه، هو تقلق وزاد وخليه في الجمعة وزاد وخلاه، ما بقينا لقيناش، قلبنا ويامات العيد الكبير وداكشي وداز لنا العذاب، قلبنا تعينا ما لقيناش، كرفست بزاف، ما كنتمنى نعس ما نشوف الليل كامل وانا فايقه وكنفكر فيه بزاف. وليله يلا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملي لقيته الحمد لله. تجربة اختفاء جواد أقحمت الأسرة في جحيم الاحتمالات والسيناريوهات السيئة ارتباطا بوضعه الصحي والنفسي الدقيق. كان كيشكي بالراس وداك الشيء، ولا عنده مرض نفسي يعني، كان كيشكي بالراس، كيما ضرني راسي وشويه مثل كيعقلش، مشاش بلاصه ما كيعقلش. دوزنا ليه، جرينا بيت تاعين، ما خلينا فين دينا لمراكش، دينا الاس في دينا، ما خلينا فين دوزنا ليه والو. والحمد لله الحمد لله، مني جا وليدي يكون بقى دروكا في هاد الشتاء وفي هاد السمار وهادشي راه غادي يموت، غي كيبات غير في الزنقه. ملي سولتو قال لي كنبات غير في الزنقه، عاد لقى شي ناس عاد خلوه عندهم عاوموه حسنوا ليه. والحمد لله الحمد لله، ولكن ما عرفناهمش هاد الناس فين بلاصتهم. لما ليامات الاولى كانت سكينه في الزنقه. الأب اكتوى بنار اختفاء جواد وحرقة ندمه على عدم مرافقة الجد إلى الزيارة المبرمجة للطبيب بمراكش التي على خلفيتها وقع الاختفاء. شو قدر خدم جواد؟ قدر خدم. دول جواد علاش ما وريتيهمش الدوار وجيم يوسفية؟ علاش؟ باش يجيبوه.
تقول لهم انا ايك تقول لهم انا من يوسفيان وبروحوا باش يجيبوك لعندنا. كان عنده 7 سنين كان في المدرسه، بدا في المدرسه دوز شي عام والعام وعدو الصرع كيغيبش نص ساعه ربع ساعه مره في 4 اشهر 5 اشهر كيغيبو. هي هذيك كنا كندوزو اللي كندوزو شنو ولا لاباس ولا مابقاش كيغيب ولا عنده ناقص شويه في التفكير ديالو اخر شويه وعنده مثلا 14 عام بحال عنده 6 سنين ولا 5 سنين عقلو. هذا اختفاء مره واحده مشى فيها للدار البيضاء هاد شي ناس كان عندهم تما عرفهم ركب في الكرم هنا من اليوسفيه ومشى داز بات هذيك الليله عند عمو الصباح ناضي بكري معطر مشى للمحطه كيزعم راسو غير ركب اليوسفيه ركب سبت ولاد النمه قعد 5 ايام. نهار 5 عيطوا لي انا من اليوسفيه هو اللي عطاهم النمره باقي عاقل على النمره عطاها لي عيطوا لي. بعد هذه التجربة التي سرد الأب جزءا من تفاصيلها أغرق جواد الأسرة مرة ثانية في متاهة غياب دامت 4 أشهر توجتها العودة مؤخرا بعد رحلة بحث مستنزفة. قلبنا عليه في جماعة صحيح قلبنا والو مشينا تل الوالدية تل آسفي ما خلينا تبلاطك زولة ما خلينا شي بلاصة وهي هذيك بقى كان ناشدوه كان عيطوا له كان اللي صيفط لنا شي تصويرة ولا شي حاجة ما كاينش حنا كنصيفطوا تصور للناس شي في كله في المدينه كيصيفطوا تصور لك داكشي. ايوا من بعد عاد جات خبار وهذا كانوا الدري تما جديده ما. المحنه كبيره بالنسبه للواحد كيتوضر لولده ما كيعرفها الا اللي مضر لولده صراحه الله. لكن طعينا متى نشوفوه نبقاو نشوفوه فيه نشوفوه عيطون كيتحرك شي برد مع الشرج ما كنسمعوا البرد ما نبقاوش حنا مغطين بحال حنا في البرد حنا. محنه كبيره والعيد كبير كيدوز هذا العيد كبير. ما شاء الله وصل ما شاء الله اللي ما كاينش ما كاينش الراحه ما كاينش ما كتجي للدار بحال ما حامش تجي للدار هادشي اللي كاين ما حامش تجي للدار والله اللي مطالع بكل واحد رغم هذاك الشيء من ادويه وهذاك الشيء ديال الجريان وداك الشيء كنا لقينا نجريو اكثر من هذاك الشيء ولكن ما شي لقسم الله اللي رقب علينا بحال يلاه تزاد عندنا سبحان الله راه كلشي الناس كيجي وكلشي الناس وقراو سيمانه ما كيجيو الناس ولا خطر الحمد لله شي قسم الله هو هذا الحمد لله الحمد لله. الأخ تكبد بدوره تداعية اختفاء جواد الذي سحب معه ألوان الفرح من البيت ليستوطن الحزن والحيرة فؤاد العائلة التي هزها حادث الغياب البعيد عن توقعاتها. التوضير جاتنا على غفلة وما اقتصرش على مشكل واحد بالوالدين كانوا في واحد الحالة اللي ما قدرش نتصور عليك ديال الحزن. وبالنسبه ليا انا كان اخ ديالي وداكشي وليت بحال مهود شي كبير وما بقاش عندي العالم رغم الكبر ديالو ما بقيتش كنحس براسي انني كنت سعاده حتى شي حاجه ما بقات. والحمد لله كان الرجوع ديالو واحد المعجزه الهيه الحمد لله. بالنسبه لهذا المرض ديال الاخ اللي جاه كان اخ ديالي وكان كنت كنلعب انا ويا صغار وداكشي ولكن مني جا هذا المرض بقات غير المحبه ولكن كانه انسان مشى ودابا تحرم هو من بزاف د الحوايج ما قدرش انه غيدير يتزوج وغيدير وليدات كيعيش واحد هو كيبان لنا حنا كيبان لنا ما كارهش وكيبان لنا انه مضغوط عليه ماشي كيبان لنا انه ما كارهش انه هو باغي بعض اللحظات كيقول لك انا ما عرفت مني ما كانش باش بنادم بحال كيشعر بالنفس ديالو كيفاش دايره وكنتمنى من الله الشفاء. كنحاولوا ما امكن نخرجوا من ديك العزله اللي هو فيها كيحس براسو هو وحداني ما كاين معاه حتى واحد وما كيشبهش للناس وكان قبل كي حرط لي بالتراكتور كيفلح معايا وداكشي ملي مرض دابا كنحاولوا معاه بشويه مستحيل حنا قلنا مع الطبيب قال لنا راه قال لك الا نزلت شي واحد مع سيدي ربي عليهم راه ما كاين ما غاديش غيبقى هكا شي اللي قال لنا هنا زاد فينا شويه هو هذا هو ورغم هكشي كامل كنحاولوا معاه باش يندمج معنا وتسخر ويدور هكا ويدور هكا الشيء اللي كاين
حنا دابا كنعطيو شي مهمه قريب حاله جويه بحال يسقي الماء يمشي شي برميل الماء بحال يتسخر على شي حاجه، ولكن راه ماكشي كامل حاضين معاه عاود يمشي لشي بلاصه عاود يتوضر لينا عاوتاني، ما هانينش منه. وبالليل كنخافوا ليه يحل الدار ويخرج، مع كيخرج وكيرجع، باللي توضر وخرج من الدار ديك المده اللي خرج فيها واللي لقيناه زاد تاثر كثر، ما كانش كيشرب الضوء، ما كانش كيعتني به في ديك الخرجه وفي ديك الجريان، وربما واش كيبات برا ولا داخل ولا خارج، راه مكرفس بزاف. هما في الاخر تفاجئنا حنا لقيناه محسن ومغاسل مزيان، سبحان الله العظيم كاين المحسنين في المنطقه ديال في جديده، المنطقه ديال مولاي عبد الله وداك الشيء. والله يكون في عوان هاد الناس اللي كيتوضر يمشي واحد من العائله ديالهم، اول ما كيرتاحش في الدار خايف عليه، ثانيا كيكون ربما يشرب ليه الدواء كامل خصو يحضر ليه الدواء، ثانيا خصو يحضر رونديفو موعد ديال الطبيب خصو يمشي ليه، وما مرتاحش ديما. اللهم كنقول الله يسمح لنا، اللهم يموت وما يتوضرش لك بكل صراحه، شي يموت كاع وما يتوضرش لك. الله يحسن عوان هاد الناس اللي عندهم شي واحد مريض في الدار، الله يحسن عوان. الهاجس الأكبر بالنسبة للأم هو تفادي تكرار تجربة الاختفاء، لذلك تحرص رفقة الأب على توسيع هامش المرافقة والحماية لجواد. كنت حاليا معاه الليل والنهار، كنخافوا لي عاود يخرج ولا يمشي لشي بلاصة ولا نهار كامل وأنا حالية. والحمد لله انا من يرجع ليا ديك يد الدنيا وما فيها، كون ما رجعش ليا ولدي راه كنقولش من عيشه في الدنيا وما كاينش ولدي، ما كاينش ولدي راه ما كاين والو. والحمد لله كنت ما كناش ما مرتاحياش، والحمد لله فيه الحمد لله من رجع ليا وليدي، الحمد لله الحمد لله كنصلي وكنطلب الله، كنطلب سيدي ربي يرد لي وليدي والحمد لله. ديناه الطبيب وكيخرج لينا الدواء نفس الدواء اللي عنده، وهذاك الدواء اللي عنده ما كيدير ليه والو، كنشربو ليه ما كيدير ليه حتى حاجه. يلاه ني دوزنا ليه ملي لقيناه دروكا ودرنا ليه الدواء وداك الشيء ما وافقش ليه، ما كينعش ما كيرتاحش ما كيريحش كاع، كيبقى غادي يجي ما كيريحش ليل ولا نهار ديما. والحمد لله الحمد لله راه وليدي كيما كان الحال، وبغى الله اللي بغى ليه كاين، ما عاد ديما ندير ليه والو، ما كان شكاك ولكن شي قصة. الحمد لله عودة جواد لحضن الأسرة تمت بفضل تعاونكم، قلوب خير تمطر الفرحة على أسر المختفين لتنهي بذلك فصول انتظار مستنزف. نتحول الآن لمتابعة الجزء الثاني من فقرة نداء. أنا واحد الدري مشى ليا في 76 سميتي الدار الحسين، هو سميتو الدار مصطفى، ولدات أمو سيدي مومن، ملي ولدات أمو سيدي مومن جابوه في سميريزكو، هو نعسى في جهه وانا في جهه، ملي كان نمشي عندهم كيقول واحد النهار قال لي راه ماشي. عمر الشرامي نقلب على امي امينة الشماخ غبت لي 4 سنين، وبدا نشوفه ومزوجة براجل اخر ما عرفتهاش شي كاينه، وبغيتك امي. اسمي الحاج ميمون محمد والجلول، حوس على الحاج ميمون مباركة بن جلول زادت في الفحول الولايات المسال. أنا تزيري وهي تزيرية أمها مغربية، راها دخلت في 49 ومخلوقة في 48، دخلتها أمها في 49 من ذاك القيس، وحنا نحوسوا عليها ما لقيناها ما عندنا حتى خبر، ورحنا عندها خوتها وعندها رزقها ونحوسوا عليها ان شاء الله بالك نلقاوها، واللي عندها خبر ولا يعرفها يتصل بالدوزام ولا يتصل بيا
انا سعيد السالي كنقلب على السالي عبد اللطيف الاخ ديالي اللي تغيب 2010 لهنا والوالده توفات. كنقول يرجع للدار دابا لكتي كتسمعني ولا اللي شافوه يبلغ دوزام ولا النمر على الشرطه. نحن في خدمتكم على مدار الأسبوع، نتلقى اتصالاتكم ولا تنسوا أننا غدا إن شاء الله مباشرة معكم على راديو دوزام ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية منتصف النهار. نشكر لكم اهتمامكم وإلى الأسبوع المقبل بحول الله.